ورجعنا لكم من جديد على كوين 3، ولسه مكملين في ربح العملات الرقميه والان اف تي على كوين 3. معانا النهارده اير دروب منصه، وزي ما انت عارف اي منصه جديده بتوزع اير دروب. الاير دروب ده بيكون عمله المنصه. طبعا العمله لسه جديده ملهاش اي قيمه، ما تقدرش انك انت تبيعها، مش موجوده في اي منصه، بيكون منصه تيست بتوزع عمله لكل الناس. هنشترك النهارده في المهام بسيطه جدا زي اير دروب، اي اير دروب بننزله عندنا، وفي الاخر بنسيب عنوان المحفظة. ما تنساش اللايك بتاعك الجميل، وتعالى اشرح لك. كل الرابط هتلاقيها مسميات اسفل الفيديو. لو لقيت اي صعوبة في انك انت تضغط عليها موجودة في اول تعليق، او موجودة عندنا في قناة الاير دروب على تليجرام. مبدئيا يا صاحبي لو رحنا كده على تويتر، عندهم دي صفحة تويتر، هسيب لك كل حاجة طبعا اسفل الفيديو. هتلاقي طبعا الاير دروب نازل بقاله 12 ساعة. في الاير دروب هنا بيوزعوا 6 مليون قطعة على اي حد بيسجل، بيعمل مهام بسيطة جدا، بيعمل حساب في المنصة وبيسيب العنوان، والتوزيع بيكون لكل الناس. ايه المطلوب منك يا عم احمد دلوقتي عشان تاخد اير دروب؟ كل المطلوب منك يكون عندك حساب تليجرام. لو انت موجود معانا اكيد بالطبع انك انت معاك دلوقتي حساب تليجرام، ولو معكش طبعا هتعمله زي فيسبوك او زي واتساب. تلقائي صاحبي بمجرد ما بتدوس كده على الاير دروب بيحولنا تلقائي على تليجرام. بنفتح هنا اوبن ويب، او لو انت عندك في التليفون هيفتح تلقائي في التليفون. نفس المهام اللي بنعملها في التليفون هي اللي بنعملها في الكمبيوتر. احلى لايك بتاعك عشان انت لحد دلوقتي لسه ناسي، ويلا يا زميلي. تلقائي طبعا بنقول له ستار او ابدا البوت في اي مهام. هنا المهام بتاعتنا طبعا بيقول حضرتك هنا انضم في تويتر، فبتدوس على تويتر. انت مش محتاج حاجه غير انك انت بتدوس هنا تلقائي كده بيحولك على المهام تلقائي. زي تم طبعا تليجرام هنا بيقول لك انضم في القناه ديت، فانت بتخش هنا تقول له احلى مساء. ازاي بقى تنضم في القنوات ديت؟ فانت بتيجي هنا فوق، لو انت عندك بالتليفون بيكون في الاسفل. تقدر بقى انك انت تكتب لهم اي رساله لو انت عايز. بعد ما بتخش طبعا في تليجرام بتيجي طبعا تقول له شوفني او الشيك عندي. بمجرد ما بتتعرف بالتليجرام بيظهر عندك طبعا زي ما انت حضرتك شايف هنا اللايك. بيعناها ايه يا عم احمد؟ معناها انك انت عملت المهمه تمام. طيب تويتر ما ظهرش عليها ليه المهام؟ زي ما حضرتك طبعا شايف هنا في تويتر بيقول لك ادخل على الحساب اللي احنا كنا فيه في الاول عشان تعمل له متابعه. عشان قلت لك كل حاجه هسيبها لك اسفل الفيديو. بمجرد طبعا ما بتعمل متابعه تاكد انك انت عملت متابعه من الحساب اللي انت هتسيبه في نفس الاير دروب. بترجع على تليجرام هنا وبتقول يا صاحبي انا عملت كل حاجه. اسفل وهنا بتلاقي حاجه اسمها وايت او محفظه، فبمجرد ما بتدوس هنا بيحولك على الوايت. هنا طبعا تلقائي بيقول لحضرتك هنا اعمل محفظه. بمجرد ما بتدوس هنا على المحفظه بيحولك على الوايت بتاعهم. ده بقى الموقع بتاعهم زي ما طبعا شايف، تقدر انك انت تتصفحه وتقدر انك انت تشوف فيه اي مهمه انت عايزها. في طبعا ناس هتسالني تقول لي العمله قيمتها قد ايه او اي ايه. انا قلت لك في البدايه العمله لسه ما لهاش اي قيمه، ده اير دروب جديد واحنا بنستلم العمله وبنخزنها لحد ما يكون ليها سعر ونازله في المنصات زي اي منصه. وبنقول لحضرتك على قناه الاير دروب على تليجرام ادخل بيع. ولكن طبعا الاير دروبات اللي زي كده في التست بتكون مضمونه 100%. هيحول لك في صفحه زي كده، فبتيجي هنا على لونش اب عشان تعمل حساب. نفس اللي انت هتعمله في الكمبيوتر هو اللي هتعمله في التليفون. تيجي هنا على كريت اكونت وبتعلم بالشروط والاحكام. تلقائي حضرتك هنا بتعمل الباسورد مرتين. بعد طبعا ما بتعمل الباسورد مرتين بتيجي تقول له عملنا الباسورد. تأكد انك انت عملت الباسورد، او تقدر انك انت تحفظه في المتصفح بتاعك لو انت حافظ المتصفح. تلقائي هنا بيقول لك داونلود الفراسي بتاعتك. ايه الفراسي دي يا عم احمد؟ هتشوفها دلوقتي. هنا في حاجه نزلت في الفراسي بتاعتنا. يعني ايه الفراسي دي يا عم احمد؟ يعني بيكون فيها كلمات الاسترجاع تحافظ عليها، عشان لو انت غيرت التليفون، غيرت الكمبيوتر، حذفت التليفون، اتسرق منك، بخلال الملف ده تقدر انك انت تسترجع المحفظه. وبرده اي حد يقدر ان هو يحفظ، يقدر يحصل على الملف ده، يقدر ان هو يدخل اي محفظتك. الكلام ده تعمله في اي منصه بقى، سواء كانت مركزيه او لا مركزيه. فبتيجي هنا تقول له فيكار. هنا بيقول لحضرتك ارفع لي الملف اللي احنا لسه منزلينه. فتلقائي طبعا احنا بتكون انت منزله تلقائي، طب احنا بننزله هو بيكون الكلمات بتاعته. تلقائي بيتحول بالمحفظه بتاعتك، ومبروك عليك يا صاحبي كده بيكون عندك المحفظه. اعمل لايك بقى عشان انت لحد دلوقتي لسه ناسي. طيب تلقائي هنا بمجرد ما بتدوس على العلامه بتاعتك بتيجي تاخد الوايت بتاعتك، وبترجع هنا على التليجرام وبتقول له ده الوايت اللي احنا عاملينه. بمجرد ما بتبعت الوايت يبقى احنا كده خلصنا كل المهام. زي ما طبعا شايف حضرتك هنا ظهر عندنا صح في تليجرام وظهر عندنا صح في تويتر. طيب عفوا في تليجرام وفي المحفظه. طيب تويتر عايزينها تظهر صح
يا عم احمد. بمجرد هنا ما بتدوس على تويتر بيقول حضرتك هنا ابعت اللينك بتاعك. ايه اللينك بتاعك ده يا عم احمد؟ هتروح كده على تويتر بتاع حضرتك وتروح على صفحتك الرئيسيه، صفحتك الرئيسيه اللي بتكون الصفحه بتاعتك انت، فبتعمل طبعا شير او بتاخد مثلا كانك انت هتبعتها لواحد صديقك من هنا بتجيب مثلا شير شير اللي هو هتاخد الرابط. بمجرد طبعا ما بتاخد الرابط او تقدر انك انت بمجرد ما بتدوس على المتصفح تاخد ده كده كورتار او كوبي، وبترجع طبعا على تليجرام وبتسيب له الرابط بتاع حضرتك عشان يتاكد منك، وبتبعت له كده زي ما انت طبعا شايف، وبالشكل ده بيقول لك اتاكد منك. هو ده متاكد؟ تقول له انا متاكد. بيقول لك شكرا يا زميلي، كل حاجه عندك تمام. طيب عشان تخليها مثلا تظهر زي الاثنين دولت هتعمل ايه؟ هتدوس هنا حضرتك على لينك هيحولك على الصفحة بتاعتهم. ايه المطلوب منك يا عم احمد؟ احنا دلوقتي عملنا لهم متابعة وما ظهرتش. المطلوب حضرتك هنا زي ما قلت لك هتعمل ريتويتر. يعني ايه ريتويتر؟ هتعمل حضرتك هنا اول حاجة قلبه بتيجي تعمل هنا ريتويتر، عايز تعمل كلام اعمل، مش عايز تعمل براحتك. وبعد كده بترجع طبعا على صفحتك الشخصية. بمجرد ما بترجع على صفحتك بتلاقي طبعا انت عندك ريتويتر، بتخش على صفحتك الرئيسية. بمجرد طبعا ما بتدخل عليها بتجيب طبعا اخر حاجه انت عامل لها مشاركه، بتجيب الرابط من هنا. تجيب الرابط ازاي؟ بتدوس هنا على شير وفي حاجه اسمها كوبيار او خد الرابط عندك كوبي. هو ده المطلوب منك يا صاحبي عشان يتاكد منك البوت. دلوقتي بقى بنرجع عندنا على البوت بتاعنا وبنقول له ده الرابط اللي انت كنت عايزه. لو عمل معاك غلط ان هو عمل معايا خطا مره واحده، هتيجي هنا تعمل شيك هيظهر معاك يقول لك استنى مثلا دقيقه بالكتير جدا، ولو ظهر معاك نفس الخطا اللي هيظهر لك دلوقتي لان انا برده هيظهر لي نفس الخطا هقول لك ازاي تحله، ولو برده ما ظهرش الخطا يبقى هو ده اللي انت عرفته. بتجيب الرابط اللي احنا عملنا له ومشاركه، وبمجرد طبعا ما بنحط الرابط بيستنى معاك اقصى حاجه دقيقه، وبالشكل ده بيقبل منك كل حاجه. يبقى عندك علامات صح، يبقى انت بقى ناقص انك انت تعمل علامه صح عندنا اللي هي اللايك اللي انت نسيها. بس يا صاحبي لو رجعنا بقى فوق كده زي ما انت حضرتك شايف هتبص هنا تلاقي كله صح، عندنا علامه تويتر صح، عندنا تليجرام صح، عندنا المحفظه صح. بتيجي هنا تقول له انا خلصت الكل. بمجرد طبعا ما بتقول له انا خلصت الكل بيقول لحضرتك مبروك عليك الاستلام. طيب تعرف ازاي انك انت وصلك الاير دروب او ازاي وقت التوزيع؟ لو انت موجود معانا في قناه الاير دروب على تليجرام تلقائي، لو انت موجود معانا في قناه الاير دروب بنسيب لك كل الروابط لو انت عندك صعوبه في انك انت تضغط عليها من قناه الاير دروب عندنا، او بنقول لك ادخل استلم وقت اي توزيع اير دروب احنا بنكون اشتغلنا فيه. لحد كده انا شرحت لك كل حاجه، وزي ما انت طبعا شايف شغل بسيط ومهام بسيطه جدا، وبنكسب عملات رقميه مجاني. لو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ونشوفك في الجديد على كوين فري.